انت اتكلمت على البيئه الاعلاميه وقالوا يعني ايه تقصد ايه؟ فهجيب لكم من كل كلمه قلتها مثال على الفكره. مثال على الفكره. ايه الفكره؟ في الترشح في اثنين من الاعلاميين الافاضل اللي انا بقدرهم وبحترمهم قالوا نعمل معاك لقاء. نعمل معاك ايه؟ لقاء. قلت طيب كويس. فجيت قبل بعد ما خلصت اللقاء معاهم فقالوا لي ايه؟ احنا ما نمناش امبارح. ما ايه؟ فقلت لهم ليه؟ قال اصل انت ازاز ما حبش ابدا نلمسه. ازاز ايه؟ ما نحبش نلمسه لان اللي اتعمل كتير قوي. فاحنا لازم كنا شايفين واحنا بنتكلم معاك وبنعمله نخلي بالنا كويس. بعدها بكام شهر كنا بنفتتح مشروع للمناطق الخطر، فحد قال السجادة الحمراء ماشيين عليها. يا بعد كام شهر كده اتغيرتوا؟ لا انتوا ما اتغيرتوش. اسمعوا اللي هقوله لكم ده كويس. انتوا مش عارفين السياق الاعلامي المطلوب لإدارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة. السياق الإعلامي مش خدمة الرئيس. السياق الإعلامي خدمة الفكرة. أنت عايز توحد الجهود. أدبيات التعامل مع الواقع ده في ظروف اللي بتمر بيها مصر ما كانتش مناسبة. أدي نقطة.